كتير حلو انه في كتير عالم مثلا بتلاقيها معاملة شيء خصوصي مثل الحلويات، الشوكولا، الزينة تبع الميلاد، الديكور اللي شيء بخص التكايات، الكروشيه، في كتير اعمال يعني مميزة بتخص هاي المناسبة، فكتير حلو يعني بحسه انه له جماليته هذا البازار بالذات. بازارات بتستقطب ناس من جميع الشرائح، من جميع الفئات، وخصوصي لما بيكون في مناسبة. البازارات عم تفتح الطريق للصبايا والسيدات اللي حابين يشتغلوا بهالمجال، يورجوا شيء اللي عندهم، شغلهم، أفكارهم، يعني هالشغلات الحلوة. سوريا فيها كتير ناس بتشتغل الهاند ميد بإتقان وبحرفية كتير عالية، فمشان هيك حبيت إنه العالم تشوف ونورجي أكثر. كل ما بتعملي وكل ما بتقدمي أكثر، كل ما بيصير الناس بتعرفك أكثر وبتعرف شو طبيعة شغلك. هلا نحن مشاركين بطباعة فورية، أي صورة من الموبايل بناخدها وبنساويها لوحة على برواز خشب، كتير هيك بسيطة وناعمة. إن شاء الله يا رب تنعاد سنين وسنين على سوريا وعلينا بالفرج يا رب هيك، وتكون الناس كلها بخير وبسعادة، والله يبعد عنا يا رب الوباء، ونكون إن شاء الله يا رب هيك دائما بصحة، وكل الناس تكون سعيدة وبخير ومرزوقة إن شاء الله. كل عام والكل بألف خير وسوريا بألف خير، وإن شاء الله هيك بنرجع مثل قبل، والأيام كل ما لها بتكون أحلى. إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله تكون سنة خير عليكم كلكم وعلى سوريا كلها.